هنالك مشاريع، أنا أسمع أنه أنتم بصدد إقامة مدينة طبية كبيرة رائدة تعتبر من أكبر المدن الطبية بالشرق الأوسط، ما حقيقة هذا الذي أقوله أو متى سنراه على الأرض سيد أحمد؟ نعم، تحية لكم أستاذ نجم العزيز ولكل الأخوة مشاهدي قناة التغيير. في الحقيقة وفي بدء الحديث أود من خلالكم أن نوصل رسالة مهمة جدا لجميع الأخوة المسؤولين والمشاهدين والمواطنين بصورة عامة، وهذا ما وجه به ممثل المرجعية الدينية العليا ومتولي العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ الكربلائي دام عزه. نحن لسنا بديلا عن الدولة، وإنما عونا وعضدا وظهيرا، وكذلك لسنا منافسين كي لا يتصور بعض الأخوة أنه إحنا نأخذ دور غير دورنا اللي هو مكلفين به، أو هي المسؤولية التضامنية والوطنية للعراق بصورة عامة. المشاريع في الحقيقة العتبة الحسينية أولت لها اهتمام خاص، وفي طليعتها الطبية والتعليمية التربوية، هذه في طليعة مهامنا وأعمالنا. والآن نعم من خلالك أغتنم الفرصة للإيضاح المشروع اللي كشف عنه سماحة الشيخ الكربلائي خلال اليومين الماضيين، وهو مشروع طبي كبير مواصفات مدينة طبية ستنفذها العتبة الحسينية المقدسة في البصرة بمساحة 120 دونم، وتضم مستشفى بسعة 120 سرير. وكذلك أود أن أوضح لكم بأنه المشروع يتضمن مستشفى بطاقة استيعابية تبلغ 520 سرير وبمساحة بنائية 120 دونم، وتضم من ضمنها 8 كليات، وهي كلية الطب البشري والتمريض وهندسة الأطراف الصناعية والصيدلة وطب الأسنان وهندسة الأجهزة والمعدات الطبية وكلية علوم الحياة وكلية التقنيات الطبية، إضافة إلى سكن الأطباء ونادي وسكن للكوادر الطبية وذويهم. كل هذا سينفذ في البصرة من خلال الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، إضافة إلى عشرات المشاريع التي هي قيد الإنجاز في مختلف المحافظات العراقية. طيب متى سيتم وضع حجر الأساس ومتى ستنتهي البناء من هذه المدينة التي تبشرون بها أستاذ أحمد؟ في الحقيقة الآن تم الانتهاء من التصاميم الأساسية ودراستها وكلف هذا المشروع، ونحن لا يخفى على أحد كجهة العتبة الحسينية المقدسة تصدت لهذه المشاريع. نحن جادين وليس لدينا شيء اسمه التسويف أو الروتين أو المماطلة في هذه الإجراءات. طيب. وقد أنجزنا الكثير من المشاريع في مختلف المحافظات العراقية، والحمد لله هي تقدم هذه الخدمات بصورة عامة لأبناء الشعب العراقي. 120 دونم، مدينة طبية متطورة، كليات طبية، مستشفى ب 520 سرير. أولا كم كلفة هذا المشروع؟ ما هي الجهات التي ستقوم أو الشركات التي ستقوم بالتنفيذ أستاذ أحمد؟ أستاذ نجم، حتى أخليك بالحقيقة بأدق التفاصيل، هذا المشروع يشرف عليه قسم الشؤون الهندسية والمشاريع الاستراتيجية في العتبة الحسينية المقدسة. الآن من حيث المبدأ التصاميم أنجزت استحصال موافقات الأراضي. كذلك أود أن أشير إلى شيء مهم، نحن نعمل في العتبة الحسينية بعنوان الفريق الواحد مع الجهات المعنية، يعني بكل ثقة أكلمك لا يمكن بمفردنا أن ننفذ هذه المشاريع. هناك جهود طيبة أيضا تذكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات المعنية داعمين لهذا العمل. بالنسبة للكلف وهذه التفاصيل هي متروكة للأخوة الأعزاء في قسم المشاريع الهندسية، على أمل أن تشرفونا إن شاء الله في لقاء آخر لإطلاعكم على مشاريع موازية لهذا أسست وأنشئت في كربلاء، وهي قيد الخدمة في طليعتها مؤسسة وارث كان لكم زيارة لها لعلاج الأورام الدولية، كذلك مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام. الآن عندنا مستشفى خاتم الأنبياء مراحل متقدمة ولمسات أخيرة على افتتاح قد يكون خلال الستة أشهر القادمة، كذلك مستشفى بسعة 75 سرير للأمراض الباطنية والهضمية وزراعة الكبد، وهذا يعتبر منجز وطني كبير كونه فريد من نوعه في العراق.